نرجع مرة تانية لبي بي سي، مكتب بي بي سي في القاهرة. كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات، نتكلم النهاردة. الأسبوع اللي فات كانوا بيتكلموا على إضراب 10 أيام ونتيجة لتعنت الإدارة في لندن، هيئة البي بي سي. وزي ما شرحت لحضراتكم النهاردة كمان، زملائنا اللي موجودين في مكتب القاهرة من الصحفيين والعاملين عندهم مشكلة، مشكلة التمييز. البي بي سي دايما يقول لك ايه؟ ويقول لك العنصرية، ده أكتر ناس عندهم عنصرية هم. وإن أكتر ناس بيميزوا هم اللي يعملوا تمييز بين الناس. يقول لك خطنا اللي هو ايه؟ الناس كلها زي بعض، لا. طب أنت لو الناس كلها زي بعض، ليه مكتب القاهرة والعاملين في مكتب القاهرة مش زي زملائهم في باقي مكاتب البي بي سي حول العالم؟ ليه؟ اشمعنى اللي قدامنا دول؟ وخالد البلشي كان موجود النهارده، نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحافظ عضو مجلس النقابه، موجودين مع الزميلات والزملاء في مكتب البي بي سي في القاهره. التمييز، العنصريه، ادي المجموعه اللي قدام حضراتكم. ازمتهم الرئيسيه انه الاجور. الناس دول انتوا عارفين بي بي سي عندها مكاتب في العالم، في بيروت وفي تركيا وغير، يعني من غير ما نقعد نتكلم على باقي الدول. اللي يعنيه النهارده مكتب القاهره، مكتب القاهره هو المكتب الوحيد الذي يعامل معامله بالعمله المصريه، بالجنيه المصري. يعني باقي مكاتب تعامل بالدولار او الاسترليني، بعمله اخرى، بالعملات، مش عملات الدول، عمله أخرى، دولار أو جنيه، عادة دولار وأحيانا استرليني عشان بيطبعوا كتير، فيبقى إيه؟ عامل بالاسترليني، عملة بتاعته يعني، فحول فلوس بالاسترليني. طيب أما تيجي النهاردة يبقى المصري اللي هنا اللي شغال في البي بي سي بيقبض بالجنيه، طب ما الجنيه فيه بقى، طب ليه أنت مش عايز تعاملني زي زمايلنا في مكاتب أخرى؟ ليه أنتوا هيئة البي بي سي عنصريين للدرجة دي؟ ليه انت كهيئة بي بي سي تتحدى زمايلك والناس اللي شغلهم حياتهم هنا في البي بي سي، اللي هم صدقوك لما عملوا امتحانات في البي بي سي واختبارات؟ فالبي بي سي طبعا وهم بقى، تقعد بقى في امتحان والاختبار وعشان انت رايح البي بي سي، فكان وجدوا البي بي سي كذبة كبرى، كذبة بجد، انه قالوا لهم يعني ايه شعر في البي بي سي، والمهنية والمصداقية والأجور، وإن إحنا كلنا زي بعض، والبي بي سي دي يعني خلي بالكم ده مثال يحتذى. طبعا مثال لا يحتذى على الإطلاق، لأنه محدش بيعمل كده، لأن هم كل اللي قالوه لما الناس دي يعني مش عايز أقولها، ضحك عليهم يعني، إنه تعالوا بقى إيه قدموا في البي بي سي وهتلاقوا أحسن حاجة، فلقوا أسوأ شيء موجود في البي بي سي. كل ما هو ضد حقوق الانسان موجود في البي بي سي. اي ما هو ده انتهاكات لحقوق الانسان بالمناسبه. البي بي سي يقول لك عناوين، ويجي وقت التطبيق اللي قدامكم دول مفيش مساواه. طب انت ليه لا تساوي هؤلاء اللي بيشتغلوا في مكتب القاهره، وبالمناسبه بيشتغلوا رغم التعنت، رغم عدم المساواه، رغم التمييز، رغم العنصريه، رغم استهدافهم من الإدارة في لندن إنهم شغالين وبيشتغلوا، يعني لم يعني إضراب ولكن قاعدين. طيب بنعمل إيه؟ والناس حريصين على شغلهم وحريصين على مكانهم يعني. وطبعا ده وأنا قلت لكم قبل كده وعندي خلاف شديد مع البي بي سي بشكل عام، يعني مش خلاف شخصي، ما عنديش حاجة شخصية مع حد، خلاف مع عشان اللي بيعملوه ضد بلدي وضد بلدنا وضد شعبنا، ده خلاف الوحيد. يعني ما عنديش حاجة شخصية، بالمناسبة ما عنديش حاجة شخصية مع أي حد على الإطلاق في أي مكان حول العالم. أنا دايما موقفي واضح، أي حد بياخد توجه ضد بلدي أنا ضده، فقولا واحدا. تاني بقول قولا واحدا وبعلن ده على الهوى، أنا من الناس اللي رأيه وكلامه ومواقفه رغم إنها طول الوقت بس مش مهم، لأن أنا ما عنديش زي ما بقول لكم مشكلة شخصية مع حد خالص. انا عندي بلدي ما عنديش غيرها، فاي حد هيجي ضدها وضد الرئيس
وضد الدولة وضد المؤسسات، أنا على طول الخط ضده بس، وبقول رأيي على الهوا. مش بس مش بكتب رأيي في الأهرام وبقول رأيي على الهواء زي ما أنتوا بتابعوني كده، وعلى تويتر وعلى فيسبوك رأيي بقوله طول الوقت. فأنا عندي الحمد لله ربنا كرمني بالعديد من المنصات اللي أنا أيام الأجازة عندي تويتر فيسبوك، وأيام أخرى الأهرام، مقال في الأهرام يوم الجمعة أسبوعي، وعندي هنا الحمد لله من السبت الأربع، يعني الحمد لله. فنقدر رأينا بنقوله على الهواء، مش ما بنس مش مستغ... ليه؟ فعشان كده بقول للبي بي سي انه عندها موقف وعندها توجه محدد من البلد، انا بطلع اتكلم وهاجم البي بي سي. ولكن النهارده انا بتكلم على تضامن مع زملائي وزميلاتي اللي في مكتب البي بي سي في القاهره، تضامن كصحفي. انا عضو في نقابه الصحفيين وعضو طبعا في نقابه الاعلاميين طبعا. ما ينفعش تطلع تشتغل هوا الا وانت عضو كمان في نقابه الاعلام بتاخد تصريح منهم. وبالتالي احنا اعضاء في هاتين النقابتين المحترمتين. فتاني زملائي اعضاء معانا، وبدليل النهارده خالد بلش نقيب الصحفيين موجود، محمد سعد عبد الحافظ موجود، الاثنين موجودين مع الزميلات والزملاء. عبد الحفيظ، محمد سعد عبد الحفيظ. فمحمد سعد عبد الحفيظ زميلنا ايضا عضو مجلس النقابه مع زميلنا خالد البلشي نقيب الصحفيين، عشان ما حاولوا يوصلوا الحل. في حل؟ ما فيش حل. في يا جماعه زي ما بقول لكم سياسه ماليه تمييزيه، في عنصريه من البي بي سي، من اداره البي بي سي في لندن ضد الزملاء. انت متخيل زملائهم، زملائهم اللي قاعدين هنا بيشتغلوا هنا، التمييز العنصري، التمييز المالي، مش عايزين يحلوا انه يعملوا. يعني انت متخيل بيتكلم على 70 واحد، مش بيتكلم على 1000، 70 واحد مش قادرين يحلوا لهم ازمتهم. وزي ما بقول لكم انه طبعا في طبعا غضب زي ما انتم شايفين كده، واضح غضب طبعا، غضب انه انت جيت في يوم خليتني اثق فيك. هم اللي بيشتغلوا في البي بي سي جاي يوم انهم يثقوا في ادارتهم في لندن، واكتشفوا الخديعة، واكتشفوا انهم قدام ادارة كاذبة، ادارة لا تريد ان تجد حلا لزملائهم في مكتب القاهرة، ادارة وعدت واخلفت بكل الوعود. ادارة بي بي سي قالت انها هحل لكم الموضوع ولم تحل هذا الامر. الامر على فكرة مش من النهاردة، بقاله سنوات، ولكن تصاعد خلال الشهور الماضية وما زال، والأزمة موجودة ومستمرة. وإحنا زي ما بقول كده طول ما لهم حقوق إحنا معاهم وندعمهم ونساعدهم ونساندهم ضد إدارة البي بي سي. إدارة البي بي سي لم تلتزم في أي وقت إنها تمنح هؤلاء حقوقهم إيه؟ المشروعة. حقوق مشروعة؟ أيوة حقوق مشروعة لكل واحد واحدة فيهم. بيطالبوا بحق، حقه في العمل، انه ياخد مرتب على قد شغله يتساوى مع زملاء لي في مكاتب اخرى، وبالتالي كل اللي بيقولوه هو حق مشروع لهم. ولكن هل البي بي سي بتدي الناس دول حقوقهم مشروعه؟ الاجابه لا. هل البي بي سي قالت لهم هنساعدكم وهنحل الموضوع؟ اه. طب هل حلوا؟ لا. هل ادوهم امل؟ لا. عشان كده بقول لحضراتكم الازمه تتصاعد يوم بعد يوم، وكل فترة كده هيبقى فيه إجراء وفيه إجراءات بتتاخد. تم التواصل معاهم وقالوا لهم خلاص إن شاء الله هنحل، ما حلوش. تصعيد. وعايز أقول لكم اللي احنا اتكلمناه الأسبوع اللي فات اتحلل واتقال واتشاف في إدارة البي بي سي. أنا بقول لكم على معلومة، اللي أنا اتكلمته الأسبوع اللي فات والتقرير اللي عملناه، بالمناسبة هم بيتابعونا سواء عندهم مشكلة وما عندهمش بيتابعونا، انا بكلمه وبياخدوا مننا شغل كتير يعني. فالمهم، فكل اللي بنقوله بيحللوه وبيشوفوه، وعارفين احنا بنقول ايه، وعارفين موقفي، وانا هنا عشان زملائي مش عشان البي بي سي، لا، عشان زملائي وزميلاتي. ده موقفي، عشان بتكلم عشان زملائي اللي بيشتغلوا في مكتب القاهرة وزميلاتي طبعا. فلهم اولا كل التحية، واحنا بنساندهم وندعمهم في موقفهم ضد إدارة البي بي سي في لندن، الإدارة اللي هي بتقوم بإجراءات
ضد حقوق العاملين في البي بي سي في مكتب القاهرة. إدارة البي بي سي تقوم بتمييز وسياسة مالية تمييزية ضد زملائهم الموجودين في مكتب القاهرة. إدارة البي بي سي لم تلتزم بأي وعد قطعته على نفسها مع زملائنا في مكتب البي بي سي في القاهرة. لهم حقوق، أيوة لهم حقوق مشروعة وشرعية، ويجب على إدارة البي بي سي أن تمنح كل الزملاء والزميلات كامل حقوقهم، ويستمروا هم، وأنا بقول لهم استمروا وإحنا موجودين معاكم، وكل أصوات حرة موجودة معاكم وتدافع عن حقوقكم، وإحنا في مقدمة هؤلاء. نتابع هذا التقرير. في اليوم العاشر والأخير من إضراب العاملين بمكتب بي بي سي بالقاهرة، تم التأكيد على أن إدارة بي بي سي في لندن ما زالت متعنتة في موقفها ضد موظفي مكتب القاهرة، حيث لم تقدم عرضا يصلح لأن يكون بداية للتفاوض، بل ولم تحاول التواصل مع الصحفيين المضربين في القاهرة أو مع نقابة الصحفيين المصريين طيلة مضاد الإضراب، الأمر الذي ينفي ما ذكرته بي بي سي في تقرير نشرته على موقعها العربي، أكدت فيه الإدارة تواصلهم الدائم معهم. وكان المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين المصريين من أمام مكتب البي بي سي بالقاهرة للإعلان عن تضامنهم بشكل كامل مع مطالب الزملاء المشروعة. وصلنا لمحطة لي العد على الأصابع، طرفين، طرف ما زال يحتفظ بقوته الكاملة هو طرف العاملين داخل البي بي سي، وطرف بدأ يقدم حلول في ولكن لا ترقى لمستوى الحل، فده معناه ان احنا ربما نكون امام خطوة تفاوض جاد، او هذا ما اتمناه. لو لم يتم هذا التفاوض الجاد خلال الفترة القادمة، فاحنا امام خطوة التصعيد القادم، وهو سيكون اقوى من الحالي، يتضمنه خطوات متعددة. الوقفة اللي حصلت النهاردة في لندن لن تكون الاولى ولن تكون الاخيرة، وربما يكون لها أشكال مختلفة في يعني مساحات من التواصل مع جهات مختلفة، ودخولهم كطرف بشكل أو بآخر سيعلو خلال الفترة القادمة. وفي إجراءات داخل المكتب ومن خلال قانون العمل المصري ومن خلال وزارة القوى العاملة هنا وطبقا للقانون سيتم اتخاذها. عندما تضغط على زملاء للعمل في بيئة غير صالحة للعمل أو غير آمنة أو لا تلبي طموحاتهم أو لا تضمن لهم الحق الأدنى، فهو انتهاك للحق في حرية التعبير. هذا ما يجري، أن كمان تمارس انتهاكات وضغوط تمنعهم من التعبير عن نفسهم بالإضراب أو بغيره، ده انتهاك لحرية التعبير. ودي قواعد أتمنى أن تكون حاكمة لنا خلال العمل خلال الفترة القادمة في كل تعاملاتنا، وأتمنى أن يكون معيارا للحصول على حقوقنا كصحفيين بشكل أو بآخر. وفي بيان العاملين بمكتب بي بي سي بالقاهرة، أكدوا رفضهم للسياسة العقابية التي انتهجتها إدارة المؤسسة بخصم أيام الإضراب الثلاث من مرتباتهم الشهر المنصرم، وتهديدهم بخصم العشرة أيام التي انتهت اليوم بما يخالف القانون، وفي إصرار على زيادة معاناة العاملين في مكتب القاهرة والنيل من عزيمتهم وإثنائهم عن مطالبهم المشروعة. اللي بيحصل نوع من أنواع التمييز، نوع من أنواع الالتفاف على حقوق الزملاء. مطالب الزملاء عادلة جدا، انتوا كنتوا بتدوا للناس مقيمة ورواتبهم بالعملة الأجنبية، العملة المحلية حصل في قيمتها تراجع، يبقى انت مثبت المفروض اللي كان يحصل مثبت الرواتب على عملتك. ايه اللي يخليك تتعامل معاهم بما قيمته بالجنيه المصري؟ انا شايف ان ده نوع من انواع الاحتيال على العقود اللي تم الاتفاق عليها مع الزملاء في مكتب مصر، وهو ما لم يحدث في مكاتب اخرى حصلت ازمات اقتصادية في بلاد تانية. ومع ذلك الإدارة ثبتت رواتب الزملاء في هذه المكاتب وفقا للعملة الأجنبية، وبالتالي أنا شايف نوع من أنواع التمييز بين الزملاء في مكتب القاهرة وزملائهم في مكاتب أخرى، نوع من أنواع التقييد على حريتهم في الاعتراض وإبداء الرأي والمطالبة بحقوقهم، في إجراءات عقابية تم اتخاذها خلال الفترة اللي فاتت لا تليق الحقيقة بمؤسسة تدعي إن هي طول الوقت بتناصر حرية الرأي والتعبير
لا ترقى لمؤسسة هي مؤسسة عريقة بالفعل بتدافع عن حقوق الناس وبتنقل مطالبها. فلما تيجي كمان تعمل خبر أو تغطية تنحاز لموقف الإدارة وتغفل موقف الزملاء يبقى ده كمان إخلال بقواعد المهنية اللي البي بي سي طول الوقت بتدعي إن هي بتمتهنها. وخلال مؤتمر صحفي لنقيب الصحفيين تم التأكيد على أن إدارة بي بي سي في لندن لا تزال تماطل في الاستجابة لمطالب الزملاء بمكتب القاهرة بعد أشهر من المراسلات وعقد الاجتماعات وتوسط نقيب الصحفيين المصريين للخروج من هذه الأزمة. مفاوضات حائرة تلاها اعتصامات وإضرابات واتهامات بانتهاك حرية التعبير، تلك هي لائحة اتهامات من جانب مكتب بي بي سي بالقاهرة إلى الإدارة في لندن. فعلى مدار الشهور الماضية كانت الاحتجاجات والاعتصامات هي العنوان الأبرز، وهو ما دعا نقابة الصحفيين المصريين التدخل بشكل حازم وحاسم للمطالبة بمطالب العاملين المشروعة. دعونا ننتظر خلال الأيام القادمة، قد تأتينا الإجابة، هل ستنتصر بي بي سي في لندن إلى قيم العدالة والشفافية؟ دعونا ننتظر. هاني النحاس من أمام مكتب بي بي سي بالقاهرة لبرنامج على مسؤوليتي. قبل ما اروح لبروكسل وزميلنا مجدي يوسف هعقب على التقرير. الفضيحة اللي انتوا سمعتوها ايه هي؟ انه صحفيين موجودين مش عايزينهم يعبروا عن رأيهم، يعني يقول لهم ازاي تعملوا احتجاج، ازاي تضربوا، الله ما ده نوع من التعبير. لا 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 مش عايزينه. دايما البي بي سي تصدعك ويقول لك حريه الراي والتعبير والراي وراي الاخر. ده انت يا راجل زمايلك اللي موجودين في مكتب القاهره مش عايزهم يتكلموا ولا يعترضوا، ومنعينهم من الكلام. انا بقول لك اهو منعينهم يتكلموا لوسائل الاعلام، يقفوا بس كده يرفعوا اللافتات ديت اعتراض ولكن ما يتكلموش. هو في اكتر من كده، يعني منع كتم الاصوات والبي بي سي تطلع على العالم تقول لك احنا بنتكلم راي وراي اخر، احنا اساتذه في المهنيه. ده انت منعت الناس بتوعك يتكلموا، منعهم يتكلموا. امتى مين يصدقك؟ يعني زمايلك دول اللي واقفين يصدقوك ازاي وانت بتقول ده؟ هو نفسه يصدق ازاي وهو بيتكلم على مهنيه وراي وراي اخر؟ ده انت مش عايز هنا يخليك حتى تقول رايك. البي بي سي، اداره البي بي سي اللي يتصدع الناس كلها طول الوقت، راي وقول رايك، وبنجيب الراي التاني والراي التالت. يا راجل راي تاني وتالت ايه يا راجل؟ ما تكذبوش على الناس، قولوا ان احنا عارفين بنعمل ايه، عندنا توجه محدد، خط واضح، خطنا اللي هو خطك. يعني ما تقولش الناس حاجه وانت زمايلك اهو تصدق البي بي سي ازاي بعد كده؟ هما اللي بيشتغلوا في البي بي سي نفسهم مصدقين نفسهم انه عنده راي اخر، ولا هو عنده راي اللي هو عايزه؟ على فكره هو ده اللي بيظهر على الشاشه، الراي اللي هو عايزه، التوجه اللي هو عايزه، مش راي تاني. لا، راي تاني. طب خلى الناس دول يعبروا عن رايهم، يتكلموا على الاعلام، يقولوا اللي جواهم. لا، ولما حد يتكلم يقول لك مش عايزين اسمنا، ما تقولوش اسمائنا. تخيل يقول لك ما تقولش اسمي وهو اعلامي او مقدم برنامج او بيقدم فقره او مراسل او مدير مكتب او مسؤول او صحفي، يقول لك ما تقولش اسمي. شوف للدرجات دي بيعملوا معاهم ايه في اداره البي بي سي؟ اللامهنيه، اللامهنيه. وقال لك ينتصروا ولا هينتصروا؟ وانا بقول لك لو انتصروا ليهم والله هطلع احييهم. انا بحلف بالله على الهوا، اذا اداره البي بي سي انصفت زملائنا في مكتب القاهره انا هطلع اشكرهم اكتر من كده، واشيد بيهم تاني واشيد بيهم. يعني اكتر ان انا لما اشيد بالبي بي سي يبقى يوم بقى، يوم ان انا اتكلم في يوم من الايام اجابه على البي بي سي. تخيلوا بقى، يعني لو الاداره انصفتهم هطلع يوم كده، هيبقى يوم ما اعرفش يبقى شكله ايه، ان انا اطلع اشيد بالبي بي سي. انا عمري ما اشدت بالبي بي سي بالمناسبه. يعني نروح ليه